احنا قلنا في النص بقى احنا الداتا is encoded ازاي. انا طبعا بتكلم على digital data transmission، فانا الداتا بتاعتي عبارة عن ones و zeros، فانا لازم دايما اترجم ال ones و zeros ديت into signals. طبعا انتوا كلكم عارفين ال decimal to binary transformation عشان هنستعمله بعد كده كتير، و to hex decimal representation عشان برضو هنستعمله كتير بعد شوية. لكن eventually يعني البيز بتاعي ان انا عندي بيت 0 وبيت 1. طيب البيت 0 وبيت 1 دولت انا هبعتهم ازاي؟ لازم اعبر عنهم بسيجنال. فانا ممكن اقول ان بيت 1 هعملها كده هوت سيجنال مثلا 5 فولت، بيت 0 كده هوت سيجنال نيجاتيف 5 فولت. طيب ما عنديش النيجاتيف 5 فولت ديت، هقول خلاص 0 فولت. فديت حاجه هاو تو ريبريزنت الونز والزيروز ديت اللي بنسميها السيجنالينج تكنيكس. انتم المفروض بقى يعني معظمكم درس الكلام دوت في الكوميونيكيشن كورسز الموستلي يوزد في الايثرنت ستاندردز، يعني هو المانشستر كودينج اللي بقى ريبريزنت ال1 ب بارشلي هاي وبارشلي لو فولتج، والزيرو العكس partially low الاول low then high. وده ميزته ان هو بيديني transitions كده تساعدني for clock synchronization، لانه one important يعني aspect في ان انا اعرف ابعت الداتا سيريالي كده هو ان انا يبقى عندي clock synchronization، لان انا مش عايز مثلا ابقى انا بعت السيجنال ديت واقصد بيها ال1 ويجي الريسيفر ويفترض ان السيجنال بدايتها هنا ونهايتها هنا، ساعتها مش هيعرف ينتربريت السيجنال يعني. فكل ما يبقى عندي طريقه سهله فور سينكرونايزيشن، كل ما يبقى الانتربريتيشن اوف الونز والزيروز من سيجنال لون وزيرو اسهل اند مور كوريكت. هل المانشستر بس هو اللي مش هو اللي مستخدم؟ لا، ان اوردر تو اتشيف يعني برضو هاير داتا ريتس other coding techniques مستخدمة عشان مثلا أقدر transmit more than one bit at a time. تمام؟ طيب برضو حاجة مهمة اللي كنت لسه بقول لكم عليها، ان انا لما يبقى عندي shared transmission media، انا عندي نوت مجموعة PCs انا عايز اعمل network ما بينه، هو انا ليه ببقى عايز اعمل network ما بين اي مجموعة devices؟ عندي معلومات عند one device وعايز المعلومات دي تبعتها على ديفايس تاني. طيب ال devices ديت هوصلهم ازاي؟ ف the very early way of thinking of networking ان انا احطهم كلهم على كابل واحد، يعني كنا بنسمي دوت الباص، كله راكب على الكابل دوت. فاي حد عايز يبعت في اي وقت بيبعت السيجنال اللي عايز يبعتها وبيبعت الانفورميشن اللي عايز يبعتها، فوارد ان يحصل كوليجن. يعني ايه كوليجن؟ ان الديفايس دوت يبعت ايه بيبعت وفي نفس الوقت بي بيبعت، ما هو مش واخد باله ان في حد تاني بيبعت حاجه، فيبقى السيجنال اللي ماشي هنا اهوت والسيجنال اللي ماشي هنا اهوت يكولايد. كولايد اللي احنا في الكوميونيكيشن كونسبتس انه يحصل انترفيرنس ما بينه. ماشي، مع ده ما حصل انترفيرنس التو سيجنالز باظوا، فاي حد تاني يعني بفرض ان ايه كان قصد يبعت لسي، فسي هيوصل له ميكس ما بين السيجنال بتاعت A و B، ولا هيفهم دي ولا هيفهم دي، ويبقى الترانسميشن ملوش لازم. طيب فالكوليجن دومين دوت هو عبارة عن ايه؟ هو الدومين ال transmitted signals will collide او can interfere. طيب how to avoid الكوليجن دوت؟ في طرق كتير to avoid الكوليجن. اول طريقة ان انا انظم الاكسس بتاع الميديا، عشان كده اللي انا كنت بحكي لكم عليه من شويه الكارير سنس مالتيبل اكسس، ان انا عايز مالتيبل ديفايسز باكسس نفس الميديوم بس عندهم ذوق شويه. ازاي؟ قبل ما ابعت اعمل سنسنج للميديا، اشوف في حد تاني بيتكلم ولا لا، فانا مش عندي حاجه ابعتها على طول، لا اسنس الميديا الاول اشوف هل في signal being transmitted ولا لو فيها استنى شوي، ما فيش خلاص يبقى تمام ابتدي انا ابعت. تمام، حتى يعني ساعات يحبوا يشبهوا البروتوكول دوت بحاجة اسمها الكوكتيل بارتي. ماشي، بارتي والناس موجودين، ماشي الناس لو كله اتكلم في نفس الوقت ما حدش هيسمع حد،
ويبقى يعني ما فيش اي حاجه مفيده تتفهم. لكن لو انا قبل ما اتكلم هسمع او هستنى لغايه ما يبقى في سايلنس او ايدل الميديا بتاعي ايدل ابتدي ساعتها ابعت. تمام. طب هل الاستراتيجي ديت تضمن لي ان ما يحصليش كوليجن؟ لو احنا يعني هسمع الاول واشوف لو حد بيتكلم مش هبعت، ولو حد ما فيش حد سوري لو ما حدش بيتكلم هبعت، ولو في حد بيتكلم هستنى شويه. تمام. بس افرض اتنين بالمصادفه عندهم ديتا في نفس الوقت عايزين يبعتوها، زي بوث سنسد الميديا ولقوها ايدل فقرروا يبعتوا، ستيل وارد يحصل فيه كوليجن. عشان كده دوت الكارير سنس مالتيبل اكسس از بروتوكول بيبقى معاه ميكانيزم تاني مثلا زي كوليجن ديتكشن، لازم يبقى عندي فيه ميكانيزم تو ديتكت لو حصل فيه كوليجن. ف وفي انذر فيرجن ويز كوليجن افويدنس ديت اللي مستخدمه مثلا في الواي فاي. طيب خلينا نركز على الكوليجن ديتكشن. مش هو ميكانيزم ساتش ذات انه لو حصل كوليجن اعرف باقي التيرمينالز اللي معايا على الميديم عشان ما حدش يبعت، وفي نفس الوقت اللي بيبعت السيجنال يعرف انه كده حصل كوليجن فيترمينيت الترانسميشن ويشوف بقى اذا كان هيبعت تاني ولا هيعمل ايه في الداتا اللي كان المفروض يبعت. فدوت سيمبلي بيتم ازاي؟ ان انا الترمينال بتلسن وايل ات از ترانسميتنج. يعني انا هلسن في الاول فور سينسينج، ما فيش حاجه هبعت، وانا ببعت هفضل لسن طول الوقت. لو حسيت ان في سيجنال ثانيه موجوده على الميديم غير اللي انا بعتها يبقى كده حصل كوليجن، يبقى في حد ثاني كمان بيبعت. ماشي. خلي بالنا ده كده انا كل دوت بتكلم على شيرد ميديا، كابل شيرد والترمينالز واصله بيه. طيب هعمل ايه لما اعرف ان حصل كوليجن؟ خلاص اولا هستوب ترانسميشن، ما لهاش لازمه ان انا اكمل ترانسميشن للديتا بتاعتي، وفي نفس الوقت هبعت حاجه اسمها جامينج سيجنال عشان اعرف الناس كلها يا جماعه ده في كوليجن دلوقتي، فاي حد جاي له سيجنال دي سيجنال بايظه سيجنال كوربتد فسيبك منها. تمام. فهو دوت الميكانيزم بتاع الكارير سنس مالتيبل اكسس ويز كوليجن ديتكشنز. ومع ذلك مع كل البريكوشنز ديت ستيل وارد ان يحصل كوليجن، وفي نفس الوقت ذس از ا بروتوكول بيأثر شويه على الثروبوت او الكاباسيتي، لان انا ببعت بعدين حصل كوليجن فاوقف وبعدين ارجع ابعت نفس الحاجه تاني، فالحاجه اللي انا كنت ممكن ابعتها في 5 سكندز دلوقتي ببعتها في 12 سكندز، لان في وقت في النص ضاع فور كوليجن وفور جامينج السيجنالز وفور ليسننج اند سو اون. طيب في سؤال بقى شهير بيجي جدا في الاكزام، حاجه اسمها ايه الكوليجن دومين، هاو ميني كوليجن دومين اند هاو ميني برودكاست دومين. طيب الكوليجن دومين احنا اهو اتفهمناه، طب البرودكاست دومين مقصود بايه؟ ان لو انا ببعت سيجنال واقصد انها توصل لكل الناس ف هتوصل للناس كلها ولا لا. فانا هنا مثلا ان ساتش سيناريو عندي كام برودكاست دومين؟ لو ده بعت حاجه intended للناس كلها او بعت برودكاست سيجنال ماشي هتوصل هنا وهتوصل هنا وهتوصل هنا، صح؟ يبقى انا عندي a single broadcast domain. طب لما جينا بقى نطور النتوركس شويه وقلنا لا خلاص ما يعني الشيرد ميديا ديت فيها مشاكل ومش هتسبورت هاي داتا ريتس وفي وقت كتير ضايع في كوليجنز، تعال اما نحط انترميديت ديفايس. فانا ادي عندي مجموعه التيرمينالز بتوعي، بدل ما هوصلهم بشيرد ميديا هجيب ديفايس كده اهوت واوصل كل واحد بيهم، ويبقى عندي حاجه اسمها ستار توبولوجي. بدل ما انا كان عندي باس توبولوجي كله واصل على نفس الكابل، لا بقى عندي انترميديت ديفايس كل اند تيرمينال واصله بيه بديديكيتد كيبل. طيب الديفايس دوت في ثلاث انواع شهيره من الديفايس، حاجه اسمها الهب، حاجه اسمها السويتش، حاجه اسمها الراوتر. ماشي. كل واحد منهم بيعمل ايه؟ الهب
دوت is a very dummy device. دوت أكنه مشترك زي ما أنا كنت بحكي لكم من شوية إزاي كابل يبقى شيرد ما بين الباقيين. ده أكنه مشترك. فأي حاجة جياله من one terminal يعمل لها repeated على الterminals التانية كلها. فأكنه بيبرودكاست أو بيبعت لكل الterminals. طيب وبالتالي يبقى أنا لو أنا عندي نتورك زي ديت وفي هاب في النص هيبقى عندي كام برودكاست دومين وكام كوليجن دومين؟ عشان أشوف البرودكاست دومين كام برودكاست دومين أشوف لو أنا تيرمينال بعتت هتوصل للناس كلها ولا لا؟ والناس كلها موجودين إن أوان إن أسنجل جروب ولا لا؟ ماشي. هنا لو أنا بعت السيجنال هنا بالأوبريشن بتاع الهاب هتروح للثلاثة أذر تيرمينالز يبقى أنا عندي a single broadcast domain. طيب الكوليجن دومين اشوف بقى لو اتنين بيبعتوا في نفس الوقت هيحصل كوليجن ولا لا. لو هيحصل كوليجن يبقى هما الاتنين في نفس الكوليجن دومين. طيب ما هو فعلا ده لو بيبعت وفي نفس الوقت ده بيبعت ما هو ده بيبعت هنا ما فيش كوليجن على الكيبل ده هنا ما فيش كوليجن على الكيبل ده بس الهب بما انه دامي ديفايس هيجي له السيجنال ديت يروح بعتها في كل الاتجاهات وده هيجي له سيجنال يروح برضو بعتها في كل الاتجاهات يبقى حصل هنا كوليجن ولا لا. بقى في تو سيجنالز ماشيين في نفس الانترفيس يبقى حصل كوليجن. فبنقول ان الهب يبقى عنده سنجل كوليجن دومين وسنجل برودكاست دومين. طيب تعالوا ما نشوف لو الديفايس دوت هو عباره عن سويتش. السويتش بيعمل ايه؟ السويتش لو ده دلوقتي سويتش والسيمبل بتاعه عاده بيبقى كده اهوت في الاسهم ده. السويتش از ان انتليجنت ديفايس. الحاجه اللي جايه له بيبص عليها يشوف هي دي مقصوده لمين مبعوته لمين. لو ايه عايز يبعت لبي فبعت باكت ومكتوب في العنوان بتاعها ان دي مبعوته لبي خلاص يروح بعت على الانترفيس اللي واصل بي بي بس مش هيريبيت بقى هنا هوت على التيرمينالز او على الانترفيسز بتوع سي ودي. وبالتالي لو سي كمان بيبعت وعايز يبعت لدي خلاص السويتش يقدر اكوردنج تو السويتشنج فابريك اللي جوه الهاردوير والسيركتري اللي جوه السويتش يقدر يفورورد دوت لدي. يبقى دلوقتي ايه بيبعت لبي وفي نفس الوقت سي بيبعت لدي هل هيحصل كوليجن ما بينهم؟ لا مفيش كوليجن. طيب انا السويتش يفصل لي الكوليجن دومينز وبالتالي يبقى عندي هنا السويتش دوت في الاكزامبل اللي مرسوم دوت عندي كام كوليجن دومين؟ عندي 4 كوليجن دومينز. ده دومين لوحده ايزوليتد عن ده ايزوليتد عن ده ايزوليتد عن دوت. فانا عندي ايزوليشن فالسويتش يعمل لي ايزوليشن بتوين الانترفيسز فبنقول ان انا يبقى انا هنا كده عندي 4 كوليجن دومينز تمام. يبقى على قد عدد اللينكس بتاعتي. طب لو انا مثلا هو يعني ايه ازاي اقول ان ده كده كوليجن دومين؟ ما هو ما ننساش انه الكيبل ده نفسه ممكن يكون بقى شيرد كيبل واصل بيه ديفايس اي واف وجي واتش حبه الديفايسز دولت واصلين بشيرد ميديا حتى لو واصلين عن طريق هب دولت ار اول ان وان كوليجن دومين. لكن اللي موجودين هنا هوت in a different collision domain in an isolated collision domain. ماشي. خلي بالنا ده سؤال شهير جدا بيجي كتير جدا يعني في الـ international exam تمام. طيب عندي كام broadcast domain في وجود السويتش؟ ما هو البرودكاست تاني تعالى ما نشوف لو ايه عايز يبعت وحاجه ما يقصد انها يبعتها لكل الناس. ماشي هتطلع هنا وهنا وهنا يبقى وصلت لكل الناس ولا لا؟ وصلت لكل الناس. في isolation في البرودكاستنج؟ لا مفيش. يبقى السويتش it has only one broadcast domain. طيب اخر ديفايس اللي هو الراوتر. الراوتر بيعمل زي السويتش في الفوروردنج ان هو جاي اهوت حاجه هنا اهوت عاده بقى الراوتر بندي له السيمبل ده كده ايه عايز يبعت حاجه لبي فيبعت لبي بس
سي عايز يبعت حاجة لدي فيبعت لدي بس، فيبقى عندي كام كوليجن دومين، برضو نفس العدد هنا 4 كوليجن دومين. لكن البرودكاستنج لو حاجة مبعوتة هنا برودكاستد، الراوتر هيعمل ايزوليشن للبرودكاستد باكيتس كمان. دي هتبان بعد شوية كده لما نتكلم عن layer 2 layer 3 الايثرنت او الداتا لينك layer versus النتوركينج layer. انا هنا بتكلم على برودكاستنج بيزد على layer 2 الداتا لينك layer. الراوتر بي ايزوليت such broadcast messages. الراوتر بيبص على الاي بي ادرس بس، فلو الاي بي ادرس دوت مش بتاع حاجه من اللي واصلين عليه خلاص هاي بلوكت هاي ديسكارد. فلو الباكت ديت جاي من ايه، باكت برودكاست باكت، مش هتوصل للاذر تيرمز. وبالتالي يبقى الراوتر عنده كام برودكاست دومين. من شويه كان السويتش عنده سنجل برودكاست دومين في التوبولوجي اللي احنا رسمناه، لا الراوتر عنده هنا 4 برودكاست دومينز. تمام، تاني 4 دوت اللي هو عدد اللينكس عشان ما حدش يعني يفتكر 4 ديت as a specific number يعني. تمام، يبقى تاني الهب عنده a single broadcast domain و single collision domain. السويتش عنده multiple collision domains بي isolate based على collision، بس بما انه بي forward على كل الterminals فيبقى single broadcast domain. الراوتر بي isolate سواء dedicated packages أو broadcast packages، وبالتالي هو عنده a large number of collision domains and a large number of broadcast domains. تمام؟ حتى ديت ممكن في الماتيريال تلاقوا الديتيلز بتاعتها قدام شوية، ماشي؟ بس يعني مكانها كان مناسب هنا وإحنا بنشرح collision domains. طيب برضو آخر حاجة في الشابتر دوت، الفرق ما بين الفول دوبلكس والهاف دوبلكس. الهاف دوبلكس انا I can either transmit or receive at a time. انا اقدر اترانسميت وريسيف، عندي الكابابيلتي بتاع الترانسميشن والريسبشن، بس only one at a time. الفول دوبلكس انا اقدر اعمل الترانسميشن والريسبشن at the same time. وبالتالي لو انا عندي half duplex operation فانا لازم يبقى عندي الكارير سنس مالتيبل اكسس، لان انا بترانسميت وحد تاني ممكن هيكون بيترانسميت على ذا سيم ميديا. لكن لو انا عندي فول دوبلكس بمعنى ان انا عندي وان بير مثلا فور ترانسميشن وان بير فور ريسبشن، خلاص يبقى انا هترانسميت ومش هيحصل يعني، وانا بريسيف هريسيف على سيجن على لاين تاني او على بير تاني. تمام، فانا لو انا بعمل فول دوبلكس وبالتالي بسبورت او بستعمل كوميونيكيشن ميديا بيسبورت سيمالتينيوس باي دايركشنال كوميونيكيشن، يبقى انا مش محتاج استعمل الكارير سنس مالتيبل اكسس. تمام، طيب تعالوا كده اهوت اما نقرا السمري كويشنز ديت كده اهوت سوا ونشوف اذا كنا احنا يعني بيزن على اللي قلنا نقدر نجاوبهم ولا لا. بيقول لي which forms of cabling can be used to support gigabit ethernet transmissions within an enterprise network. السؤال دوت سؤال بيجي كتير في الاكزام، طبعا الاجابات بتاعته بتبقى multiple choice يعني، بس which forms of cabling can be used to support gigabit ethernet within an enterprise network. طيب اولا gigabit، يبقى هل السيريال كيبل ينفع؟ لا، ده legacy. هل كوأكسيال كيبل ينفع؟ لا، احنا قلنا ده اخره 10 بيز 2 او 10 بيز 5 فاخره 10 ميجا بت بير سكند، بتكلم على جيجا بت ايثرنت. طيب التويستد بير او الايثرنت كات 3 و4 و5 ما ينفعوش، دولت اخرهم ال 100 ميجا بت بير سكند. يبقى انا عندي ممكن الايثرنت بس ستارتنج من الكات 5 اي الكات 5 اكستند، ويمكن بقى كات 6 بس ماشي ده ما اتكلمش عنه في الماتيريال فيعني it's out of question يعني. طبعا it supports يعني gigabit ethernet و even higher يعني. طيب ايه تاني من اللي احنا خدناهم؟ الاوبتيك فايبر. طيب الاوبتيك فايبر برضو لازم ممكن يسبورت الجيجابيت ايثرنت
بس لازم يكون 1000 بيز او اعلى. تمام. طب لو انا ده جاي لي سنجل تشويس كويستشن، هختار الايثرنت ولا هختار الفايبر؟ لا ساعتها هختار الفايبر. تمام. لان كمان الايثرنت في يعني لازم اكون محدد الكاتيجوري، هو مش اي ايثرنت كيبل، لازم تكون ايثرنت كات 5 اي. تمام. طيب السؤال الثاني، وات از ا كوليجن دومين؟ اي ثينك دوت اللي احنا لسه شارحينه يعني. فالكوليجن دومين هو السيجمنت فور ويتش ذا سيم فيزيكال ميديوم از يوزد فور باي دايركشن و الداتا سيمالتينيسلي ترانسميتد فروم more than one end station is subject or susceptible to collision before the signal reaches the destination بتاعتها. تمام. طيب اخر سؤال، ايه البربس بتاع الكارير سنس multiple access with collision detection؟ هنا هو اتكلم على with collision detection. ماشي. في two parts carrier sense، ان انا هديتكت الترانسميشنز so as to minimize as much as possible the collisions. ده الكارير مالتيبل اكسس. ازاي؟ ثرو بقى ان انا بسنس الاول وبتشيك ال في ترانسميشن ولا لا. برضو خلي بالكم يعني الظن دوت يبان سؤال يعني محتاج شرح، لكن بيجي برضو كام سي كيو انه البيربس اوف السيزما سي دي تو انكريز داتا ريت ولا تو مينيمايز الكوليجنز ولا تو اليمينيت الكوليجنز. خلي بالكم برضو بيلعب في الالفاظ، فانا مش باليمينيت الكوليجن لانه ستيل وارد انه يحصل سيمالتينيوس سينسينج وسيمالتينيوس ديسيجن انه التشانل از ايدل وبالتالي يحصل سيمالتينيوس ترانسميشن. تمام. فهو ات از يوز تو ديتكت اند مينيمايز الكوليجنز اس بوسبل. والكوليجن ديتكشن ميكانيزم زي ما قلنا يعني لو عايزين نقول حاجه عليه مخصوص يعني، فهو it detects whenever a collision happens and then informs او يعني signals the other terminals through a jamming signal.